جاء هذا اللقاء بهدف تبادل المبادرات بين الحكومة التشادية وشركائها حول تقييم ظروف اللاجئين الذين تدفقوا إلى البلاد بحكم النزاعات والحروب الأهلية في بلدانهم. في كلمته الترحيبية، الأمين العام بوزارة إدارة الأراضي واللامركزية محمد آدم إدريس تحدث عن مسألة حالة اللاجئين والتحديات المطروحة أمام الحكومة والمفوضية العليا، مضيفا أنه وبالرغم من جائحة كورونا فإن تشاد كانت ملتزمة بالمعاهدات والقوانين الدولية وقامت بعمليات إنسانية باستقبال اللاجئين الكاميرونيين في أراضيها، مناشدا المفوضية القيام برعاية اللاجئين. احنا هنا في تشاد عندنا صعوبات والناس ده كتار الرفيجي ده زي ما شفتوا انتوا هم زاروا الكاند الرفيجي ده كلك زاروا في شاري باقرمي ده في زونة المندلية هناك مش زاروا عندنا تقريبا 37,000 رفيجي حسا حاليا قاعدين في تشاد. يعني دارين منهم اشياء كتير ما اكلوا هيدا دارين بابن مدارس ومستشفيات. من ناهياتها المبعوثة الأممية من سالم متولي تطرقت لمسألة مناقشة حالة اللاجئين في الحدود السودانية وجمهورية إفريقيا الوسطى من أجل تعزيز مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بعض مراكز إيواء اللاجئين، وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام المقبلة ستقوم بعثة مشتركة بين الحكومة والبعثة الأممية لمتابعة سير العمليات الإنسانية في مراكز إيواء اللاجئين.